مشاهدينا الكرام، مساء الخير. هذا اليوم لاحظنا سحب عابرة على كامل البلاد، كانت محليا كثيفة بالمناطق الغربية. الحرارة القصوى تراوحت ظهرا ما بين 24 إلى 29 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، بلغت 27 بتونس العاصمة، وما بين 30 إلى 36 ببقية المناطق، سجلنا 39 بالبرم. بقية هذه الليلة إن شاء الله الوضع الجوي سيكون ملائم لنزول أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية. بالنسبة للحرارة ليلا تتراوح ما بين 16 إلى 20 بالشمال والوسط، تكون في حدود 14 بالمرتفعات، وأكثر شيئا ما بمناطق الجنوب ما بين 20 إلى 24 درجة. توقعاتنا الجوية اليوم الغد إن شاء الله سحب أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة بين الحين والآخر. الحرارة القصوى في انخفاض، تصل إلى حدود 22 ببنزرت، 23 بتونس العاصمة، 21 بقليبية، 22 بنابل، 23 بزغوان، 25 بباجة، 22 بتبرقة، 25 أيضا بجندوبة، 24 بالكيف، 25 بسليانة، في حدود 22 بتالة، 27 بالقصرين، 30 بالقيروان. بعض الأمطار المتفرقة بين الحين والآخر بجهة الساحل، 21 درجة بكل منسوسة المنستير إلى المهدية، 27 بسيدي بوزيد، 25 بصفاقس، 27 بجابس، 34 بمدنين. دواوير رملية محلية الريح تكون قوية بمناطق الجنوب، 36 بقبلي، 36 كذلك بتطاوين، رمادة تصل إلى حدود 39 بالبرمة، و40 بأقصى الجنوب ببرج الخط. الملاحة وصيد البحري بشمال تونس، تهب الريح من القطاع الشمالي شمالية غربية فشمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. بجهة خليج الحمامات ريح شمالية شرقية من 20 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب. وعلى منطقة الشابة ريح أيضا شمالية شرقية من 20 إلى 25 تصل مؤقتا إلى حدود 30 عقدة، البحر مضطرب. لكن بخليج جابس إلى غاية جربة وجرجيس ريح شمالية شرقية قوية من 30 إلى 40 عقدة، ما يعادل 60-80 كيلومتر في الساعة، البحر شديد الاضطراب فهش. حالة الطقس بالنسبة لبعض المدن العربية والأوروبية، بنواكشوط 39 درجة بعض السحب، 26 بأغادير سحب قليلة بكل من مراكش، الدار البيضاء والرباط 24 سحب كثيفة مع أمطار بتلمسان، كذلك بالجزائر العاصمة 23 درجة إلى عنابة 22. بالنسبة لطرابلس 35، 29 بمصراتة سحب قليلة ببنغازي 27، وطقس صافن إلى قليل السحب بالإسكندرية والقاهرة 30 درجة ظهرا. بالأماكن المقدسة طقس في استقرار، 37 بجدة إلى مكة، 44 بالمدينة المنورة، 45 بالرياض سحب قليلة بمسقط، أبو ظبي، الدوحة، المنامة، كذلك بالكويت، 43 ببغداد سحب قليلة، بالقدس، عمان، دمشق وبيروت 22، أمطار منتظرة بأنقرة كذلك بأسطنبول 23. بإيطاليا الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، بنابولي، روما 25، سحب عابرة ببالرمو 23، أمطار بميلانو 25، كذلك بنيس 22، 21 بجنيف سحب كثيفة مع أمطار بستراسبورغ، لوكسمبورغ تكون عابرة السحب، بأمستردام، بروكسل إلى غاية باريس مع أمطار 20 درجة، أمطار أيضا بتولوز، بوردو إلى بال 19، سحب عابرة بفالنسيا، مدريد إلى لشبونة مع بعض الأمطار بملقة 23 درجة. تطور الحالة الجوية للأيام القليلة القادمة، بداية الأسبوع يوم الاثنين إن شاء الله سحب تكون كثيفة مع أمطار منتظرة بأغلب الجهات تكون محليا هامة، الريح تهب شمالية شرقية قوية بالمناطق الشرقية وبالجنوب أين تثير محليا الرمال والأتربة، ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، البحر شديد الاضطراب، والحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة بالشمال والمرتفعات، وما بين 25 إلى 30 ببقية الجهات، تصل محليا إلى حدود 36 بالجنوب. بالنسبة ليوم الثلاثاء تتقلص تدريجيا فعالية التقلبات تتجه نحو المناطق الشرقية، بعض الأمطار بالشمال وكذلك السواحل الشرقية، الريح تهب من القطاع الشمالي من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة قرب السواحل، وتكون معتدلة داخل البلاد، البحر شديد الاضطراب، والحرارة تبقى في استقرار بالشمال وفي انخفاض طفيف بالوسط والجنوب. شروق الشمس بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله الأول من جوان 2014 الموافق لثلاثة شعبان 1435 سيكون في حدود الساعة الخامسة صباحا ودقيقة واحدة، في حين غروبة على الساعة السابعة مساء و33 دقيقة. أوقات الصلاة ليوم الغد، الصبح بداية من الساعة الثالثة صباحا و13 دقيقة، الظهر في حدود منتصف النهار و24 دقيقة، العصر على الرابعة بعد الزوال و8 دقائق، المغرب في حدود الساعة السابعة مساء و36 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة التاسعة ليلا و23 دقيقة.
في الختام لمزيد من الإرشادات والمعلومات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرساليات قصيرة SMS على الرقم 85012. في ختام هذه النشرة شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.